تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد دلال القيسي، أحد المشاركات في تظاهرات حملة الشهادات العليا. أهلا بك. أهلا وسهلا سادتنا العزيزة. أهلا بك دلال. طبعا منطلقا من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. يعني حكومتنا خلي ببالها، وكل واحد مسؤول، انه مثل ما هو اليوم متسلط ومتجبر على شعب مظلوم مقهور، الكل تدرس وتتعب وبالاخير تاخذ شهاده وتروح تشتغل اما تاكسي او يبيع مي بالشارع. نعم. او يفتح يعني محضر ويقعد. دلال انت خلي ببالهم. نعم، كنت شاهدة عيان على الفض الذي حصل، كيف تعاملت معكم القوات الأمنية في هذا الاعتصام؟ والله يعني بكل أسف أقولها وبكل حرقة قلب، أنه مع الأسف إذا هذا جيشنا وهيك يتعامل ويانا. يعني بوقت الشدائد إحنا زلمنا اللي يوقفون ويا الجيش، وبوقت ما مظاهرة سلمية وأني أحد المتضررات والكدمات لحد الآن يعني تشهد، وواحدة من الأخوات يعني حجابها وانكشف سترها. الله أكبر الله أكبر، والله العظيم ما عندهم رحمة. إحنا اللي قعدناهم على الكراسي وانتخبناهم، وهسه يدزونا الجيش يرشنا بالمي ويضرب. وحده من البنات انصابت كتفها، على اي اساس؟ وين صايره هاي؟ بيا قانون بيا مله. دلال، ما دواعي استخدام القوات الحكوميه للعنف وفض الاعتصام؟ نعرف انكم تعتصمون منذ اكثر من 100 يوم، لماذا اليوم تم استخدام هذا العنف؟ نعم، اعتصامنا صار ل 105 يوم، ثلاث شهور ونص، وباذن الله باذن الله باذن الله مستمرين مستمرين الى ان نحقق مطلبنا. احنا حمله الشهادات العليا فئه مهمشه منذ سنوات عده، ولهذا لا يعني صارت وقفتنا احتجاجيه، انه ليش هاي الفئه مهمشه صار لها سنوات، ليش؟ وهاي المبالغ اللي بدنا ندفعها وبدنا ندرس بيها والبحوث. انا من الناس سويت نظارات، لبست نظارات بسبب كتابة الرسالة. يعني هي شنو الجازة وفوقها يطلعون الشغب علينا؟ شنو الشغب اللي احنا شلناه وواجهناهم به؟ نعم. دلال، هل تحاورت معكم الحكومة وأرسلت إليكم وسطاء للتباحث أو بحث، على الأقل بحث مطالبكم التي رفعتموها؟ إذا على الأيام السابقة فهي كل تسويف ومماطلة مع الأسف، لكن اليوم بعض النواب اجوا للساحه قبل الفوضى، وايضا اليوم احنا رجعنا اليوم للعلاوي، لان حقنا مستحيل نعوفه. فاجوا بعض النواب وراح وفد من عندنا وراحوا رئاسه مجلس النواب حتى يتباحثون بحلول او رفع دعوه قضائيه على اللي البارحه تعرضونا وضربونا واذونا. كانت تنسيقية حملة الشهادات العليا صرحت بأن حملة الشهادات سيستمرون بتظاهر السلمي إلى حين تنفيذ كل المطالب التي يرفعها. ما مدى أهمية إصرار المتظاهرين على استكمال مطالبة بحقوقهم رغم العنف الذي حدث؟ طبعا الاستمرار واللي صار أمس، والله طانا دافع اعطانا دافع حتى نستمر ونبقى ونقاوم، وحقنا باذن الله ناخذه، وما دام الله ويانا ينصرنا عليهم. شكرا جزيلا لك على شهادتك الحيه دلال القيسي، احد المشاركات في تظاهره حمله الشهادات العليا، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.